عزيز تركي. وعادل لا زالوا يعني من امام الكاميرات حقهم، ما اقدر اقول لهم اي شيء. الله يعطيهم العافيه، أبو شكرا فهد. لهم، شكرا لحضورهم وتواجدهم. اكيد نايف الحازمي حسين الوايلي، اهلا وسهلا. نايف الحزيمي وحسين الوايلي، يا هلا ومرحبا. نايف الحزيمي نعم، حياك الله، يا هلا وسهلا، حياك. تفضلوا هنا بس عشان الصوت. نايف هنا، تفضلوا هنا شيخ حسين، روح هناك. يا هلا ومرحبا، الله يحييك. تركي الموسى هذا يوم كان متسابق حسين الوايلي، كان معاقبنا، حجم مني افا ليش؟ كان معاقبنا، ما في يوم من الايام، تدري على الغامض حسين الوايلي ما في يوم رقد في القريه. وين يروح؟ لا جا الصبح طمر جدار. لا لا لو سمحت لا تقول فيهم اي شيء. سالم ابو حزام ما يسمع فيهم، ما يسمع فيهم حقهم. نسخه سكريبت رجاء لا احد يتدخل فيهم. صحيح رجاء. الله اول شيء يا الله يسعد مساكم جميعا. الابن الاغلى لقناه الواقع سكريبت، تستاهل. الله يطول، مرحبا ومسهلا، الله يبقيك ويطول عمرك. مرحبا بشاعرنا في حسين، تفضل. يا هلا ومرحبا، الله يمسيكم بالخير جميع. لا لا ارفع المايك، ما عليك ارفع المايك وتكلم. لا كان اللي خلف الشاشات ولا اللي ورا الخيمه، الله يمسيكم بالخير جميع. ودنا نحن نقول كلام كثير، ولكن ما كان عندنا علم نحن بنطلع، وجهزت بيتين ارتجاليه اذا تسمحون بها. يا سلام للقناه اللي فضلها علينا واجب. يقول من الواقع اللي قدرها عندنا عالي، من الواقع اللي قدرها عندنا عالي، سلامي عليكم. والوفا في معانيها، حضرنا قدر للدعوة اللي من الغالي، على الشاشة اللي دايما الدوم نغليها. الله الله طيب للقناة الطيبة، ولكن تعرفون اللي في خطرنا، ولو ما نحبها ما جينا لهنا. وانتوا اللي فضلكم علينا واجد، ولا ينكر الفضل الا الضعيف، وحنا محن بضعفان ان شاء الله. اترك باقي الكلام. حسين الوايلي يا جماعه، حسين الوايلي للامانه يعني يمكن الناس تعرف، لكن من لا يعرف اوبريت سكريبت يا حسين، اوبريت سكريبت كان من كلماتك. الله الله. اوبريت سكريبت يعني اللي كانت مشاهداتها مليونيه كانت من كلمات حسين الوايلي. ما شاء الله، واجهه مشرفه، لا هو ولا نايف الحزيمي ولا العيال كل ابوهم. عادل على الاطراء الجميل، ومن تواضعه ما ذكر ان من كلماته. نعم. هذا رجل متواضع وزاهد. لو تقول لي من الاشياء اللي تخربها في الحياه فعلا ان ذاك العمل. ليه؟ ساهل. لانه يخص قناه الواقع. احسنت، الله يطول عماركم ان شاء الله. فك الله يا حبيبي وتسلم. سم يا نايف. نايف الحزيمي على فكره شاعر سكريبت، شاعر جزل. الله يطول لي بعماركم جميعا. اول شيء تشرفنا ونورنا. الله يسلمك ويعافيك. اول شيء يسعد الله مساكم جميعا، اخواني الموجودين وخلف الشاشات، جددنا عهد فيكم والابرك منها يعلم الله. ثاني شيء متشرف اني الليله اكون معاكم، طالع من جديد على قناتنا المحبوبه. ابو ناجي ما قصر، حضر، وانا ابو ناجي كلنا واحد. جيتكم يا نايف، ولا ملطوم الوارد، جيتكم حضور ابناء القناه دائما في الحفل الختامي لبرنامج البزنس اثنين. هذا الشيء ترى يعني للجمهور شيء واجد، يعني احنا نقول بيضه وجيكم على الحضور. الله يطول عمرك، لا تشكرنا، هذه قناتنا، وانت يوم تطرح الكلام ذا كان الناس مستغربه من مجينا ولا لا؟ البعض بالعكس، هذه قناتنا ترد مشاغل واشغال والتزامات. انت تفكيرك يا سالم حزام، تفكيرك اليومين هذه ما معجبني. لا الحين مكتف ترى، مقيد، ولا ودي افكر زياده. نايف لو تعطينا قصيده ان كان في حاضر شيء. ابشر. ويقول ليله البارحه واجهت وجه الحقيقه. طيب ليله البارحه واجهت وجه الحقيقه، لين رحت اطوي الاحلام واجمع شتاتي. طيب ضاعت احلام عمري كلها في دقيقه، وانفرد حزن صدري في حشا مفرداتي. ادري ان الجروح اللي بصدري عميقه، وادري ان الظروف اللي تقوي ثباتي، وادري ان البيوت اللي تجي بعد ضيقه ممتلي صدرها من صمتي ومن سكاتي. ارتوى القاع والضميان ما بالريقه، الله يصلح. ارتوى القاع والضميان ما بالريقه، وامطرت في الجهات الاربع على جهاتي. وشبي بالسحاب اللي تكاشف بريقه، لارتوى ضام يلمى من سراب امرياتي. وشبي بالرفيق اللي يبور برفيقه، قد عدتنا دروس الغدر بنت الزناتي. وقد خذاني رقيب الذات على طريقه، لين علق معي ريس رقبة ذاتي. وقد عطتنا الليالي فوق ما لا نطيقه، لكن الله يعين اللي يسوي سواتي. ما تعلمت من درب الخطا بالسليقه، حتى لو ان في بعض التجارب مماتي. ولو محاجر عيوني من دموعي غريقه، اتركوني كذا واسترجعوا ذكرياتي، ولا تقولوا لي بالله شوف لك طريقه. يا اخي هذه قناعاتي وهذه حياتي. يا سلام يا سلام. سلام في الدنيا. لا تقولوا لي بالله شوف لك طريقه، يا اخي هذه قناعاتي وهذه حياتي. الله الله. لذلك لا تضغط علي اكثر يا سامح. لا 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 بالعكس، انت في محلك واضافه لنا يا نايف. الله يطول لي بعمرك.
كان معكم عاد اللي يقدم فقرة الشباك. نعم انا سم تقول يعني هذه ترى هذه حركه مذيعين كان معكم يعني نتكلم كان معنا علومه غاليه كان معنا ولا كان جنتل ولا والله شهادتي يا ابو حزام شوف بقول لك شيء انا يمكن لاول مره يمكن اصرح بالتصريح هذا لكن النسخه الاقرب الى قلبي هي نسخه سكريبت للامانه يعني يا حبيبي بدون قصور في باقي النسخ نسخة كانت ناجحة ومتفردة وامتداد للنسخ اللي قبل كذلك النسخ اللي بعد كذلك كملوا مسيرتهم يعني نايف حسين أحمد بهاج اللهم صلي على النبي حمادة العيال كل أبوه مسعود الجوزة تربطني فيهم أواصر أخوة ومحبة حتى ما بعد البرنامج لذلك هي من النسخ الأقرب إلى قلبي. بالنسبة ل نايف الحزيمي هو لقب ويستاهل اللقب هذا شاعر نسخة سكريبت وكرم على ستيج سكريبت وقبل لا يكرم على ستيج سكريبت كرموها أخوياهم محبتهم له وتقديرهم له ولهم غريب على نايف الله طيب ما تجي له